السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر آداب وإنسانيات. درس اليوم هو التناسب العكسي ودالة المقلوب، وسوف نتعلم في هذا الفيديو أولا تعريف التناسب العكسي، ثانياً كتابة معادلة التناسب العكسي. المثال الأول: كيف تحدد ما إذا كانت علاقة ما علاقة تناسب عكسي أم لا؟ الفرع A: هل جدول القيم أدناه يمثل تناسباً عكسياً؟ الحل: لدينا الجدول الذي يحتوي على قيم X و Y، والمطلوب تحديد هل العلاقة بين قيم X وقيم Y علاقة تناسب عكسي؟ عزيزي الطالب، كيف تحدد أن العلاقة هي علاقة تناسب عكسي؟ التناسب العكسي هو علاقة بين متغيرين، بحيث كلما تزايد أحدهما تناقص الآخر تناسبياً. بمعنى آخر، لكي يمثل الجدول تناسباً عكسياً، يجب أن يكون ناتج ضرب X في Y ثابتاً. كيف؟ ركز معي عزيزي الطالب لمعرفة كيف تحدد التناسب العكسي من الجدول. لدينا الجدول، انظر إلى قيم X أي الصف الأول من اليسار إلى اليمين 1, 2, 3, 4, 6, 12. نعم، إنها تتزايد، إذن هو تزايد. انظر إلى قيم Y من اليسار لليمين 12, 6, 4, 3, 2, 1. إنه تناقص. هل هذا التزايد والتناقص هو تناسبياً؟ أي ناتج ضرب X في Y ثابتاً. لمعرفة ذلك، نجد ناتج ضرب كل قيمة من X مع القيمة المقابلة لها في الجدول من Y، X times Y. العمود الأول X1 و Y12، أي أن ناتج X times Y هو 1 times 12 هو 12، أيضا 2 times 6 12، 3 times 4 12، 4 times 3 12، 6 times 2 12، 12 times 1 12. إذن نعم أحسنتم، هو ثابتا، أي نفس القيمة. وبما أن ناتج ضرب القيم ثابت، فإن جدول القيم يمثل تناسبا عكسيا. الفرع B: هل جدول القيم أدناه يمثل تناسباً عكسياً؟ الحل: نفس الشيء، لكي يمثل الجدول تناسباً عكسياً، يجب أن يكون ناتج ضرب X في Y ثابتاً. لدينا الجدول، ولدينا قيم X و Y، لنجد ناتج ضرب X في Y. وإذا حصلت على قيمة ثابتة فهو تناسب عكسي، ولكن إذا اختلفت إحدى القيم فهو ليس تناسب عكسي. الآن نقوم بعملية الضرب 1 times 20 20، 2 times 17 34. بدأ الأمر يختلف، إذن ناتج X times Y ليس ثابتا حتى لو أكملنا بقية الضرب. إذن هنا بما أن ناتج ضرب X في Y ليس ثابتاً، فإن جدول القيم لا يمثل تناسباً عكسياً. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وقم بحل السؤال التالي. حاول أن تحل الفرع A: حدد ما إذا كان كل جدول قيم أدناه يمثل تناسباً عكسياً أم لا؟ الحل: أصبحتم تعرفون، لكي يمثل الجدول تناسباً عكسياً، يجب أن يكون ناتج ضرب X في Y ثابتاً. لدينا الجدول،
ونريد أن نجد ناتج ضرب X في Y. الآن X times Y، العمود الأول 1 times 25.5 هو 25.5، العمود الثاني 2 times 12.75 25.5. نجد بقية القيم. نلاحظ أن ناتج ضرب X في Y هو ثابتا في جميع عمليات الضرب. وبما أن ناتج ضرب القيم ثابت، فإن جدول القيم يمثل تناسبا عكسيا. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وقم بحل السؤال التالي. الفرع B، نفس الشيء، حدد ما إذا كان كل جدول قيم أدناه يمثل تناسبا عكسيا أم لا. أصبحنا نعرف، يجب أولا أن نجد ناتج ضرب X في Y. X times Y، العمود الأول يمكن أن تستخدم الحاسبة كالتالي 6.6 times 3 equals 19.8. العمود الثاني هو 27.5. إذن ليس ثابتا حتى لو أكملنا بقية عملية الضرب. وبما أن ناتج الضرب ليس ثابتا، فإن جدول القيم لا يمثل تناسبا عكسيا. والآن مع مفهوم التناسب العكسي، عندما تكون العلاقة بين المتغيرين X وY علاقة تناسب عكسي، نقول إن X يتناسب عكسيا مع Y. ينمذج التناسب العكسي بالمعادلة Y equals K over X، أو باستعمال صورة مكافئة X equals K over Y، أو XY equals K، أي K equals XY، حيث K لا تساوي 0. يمثل المتغير K ثابت التناسب، وهو العدد الذي يربط كلا من المتغيرين في علاقة تناسب عكسي. المثال الثاني، في تناسب عكسي X equals 10 عندما Y equals 3. اكتب معادلة لتمثيل هذا التناسب العكسي، ثم اوجد قيمة Y عندما X equals negative 6. الحل، لدينا قيمة لX وقيمة لY، والمطلوب هو كتابة معادلة لتمثيل هذا التناسب العكسي. معادلة التناسب العكسي هي Y equals K over X. يجب أن نجد الثابت K. كيف نجد الثابت K؟ حتى نعوضه في المعادلة، من المفهوم يمكن استخدام الصيغة K equals X times Y لإيجاد الثابت K. نعوض X equals 10 و Y equals 3. إذن K equals 30. أين نعوض ال 30؟ نعوضها في معادلة التناسب العكسي طبعا. أصبحت معادلة التناسب العكسي جاهزة. إذن معادلة هذا التناسب العكسي هي Y equals 30 over X. الجزء الثاني من السؤال، أوجد قيمة Y عندما X equals negative 6. لدينا معادلة التناسب العكسي جاهزة. والآن عزيزي الطالب، فقط عليك أن تعوض مكان X negative 6 وتبسط، فينتج أن Y equals negative 5. إذن Y equals negative 5 عندما X equals negative 6. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وقم بحل السؤال التالي.
في تناسب عكسي x equals 6 عندما y equals 1 over 2. A. اكتب معادلة لتمثيل هذا التناسب العكسي. B. اوجد قيمة y عندما x equals negative 6. الحل الفرع A. لدينا قيمة لx وقيمة لy، والمطلوب هو كتابة معادلة لتمثيل هذا التناسب العكسي. سنستخدم x equals 6 و y equals 1 over 2. أولا نكتب معادلة التناسب العكسي y equals k over x. نريد أن نجد k، قيمة الثابت k في هذا التناسب كي نعوضه في المعادلة. كيف نجد قيمة k؟ تذكر نستخدم الصيغة k equals x times y. ماذا نعوض؟ نعوض x equals 6 و y equals 1 over 2. 6 times 1 over 2 إذن k equals 3. أين نعوض قيمة الثابت؟ في المعادلة، فتصبح y equals 3 over x. هذه هي معادلة هذا التناسب العكسي. الآن الفرع B، نريد إيجاد قيمة y عندما x equals negative 6. نعم أحسنتم، سنستخدم نفس المعادلة. أصبحت المعادلة لدينا جاهزة، y equals 3 over x. نستبدل x ونضع بدل x negative 6. الأمر سهل، وبالتبسيط ينتج y equals negative 1 over 2. إذن y equals negative 1 over 2 عندما x equals negative 6. أما هذا السؤال فهو واجب اليوم. وأخيرا أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف 11 آداب وإنسانيات.